السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح إن استهداف شركة أرامكو السعودية يكشف إصرار النظام الإيراني على دوره التخريبي في المنطقة واتخاذه لليمن ساحة لمؤامراته، مؤكدا في تغريدة على حسابه بتويتر على الوقوف إلى جانب الأشقاء في المملكة لردع أدرع إيران الخبيثة والمضي معا لاستعادة الدولة اليمنية. قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبد الله السعدي إن التمرد المسلح لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يتطلب وقفة جادة ومراجعة شفافة من أجل تجاوز هذه المعضلة وحل أسبابها وتلافي أثارها. وأكد السعدي في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن الدولي رفض الحكومة الشرعية تسليح ودعم أي تشكيلات خارج مؤسسات الدولة تحت أي مبرر. وفي الجلسة ذاتها لمجلس الأمن اتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الحوثيين بتقويض مبادئ العمل الإنساني في اليمن من خلال السعي إلى فرض لوائح جديدة للمنظمات الإنسانية الدولية. وقال لوكوك إن الحوثيين يفرضون قيودا وعقبات تحول دون تسجيل المستفيدين بهدف تحويل المساعدات بعيدا عن المحتاجين. أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة قائمة سوداء بمنفذي أعمال التخريب بالمحافظة ووجهت بضبطهم وإحالتهم للقضاء، كما حذرت من إيواء أفراد العصابات الخارجة عن النظام والقانون. وأشارت اللجنة إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتورطين في جريمة استهداف دورية للقوات الخاصة قبل يومين بعبوة ناسفة، وهي الجريمة التي أسرت عن استشهاد جندي وجرح آخرين. كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن مساعي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي لتفجير الأوضاع بحضرموت، ونقلت عن مصادر يمنية مطلعة أن عناصر موارية للانتقال تعقد لقاءات وتعمل على تعبئة الشارع لتفجير الأوضاع الأمنية. وأضافت الصحيفة أن المدن المحررة في جنوب اليمن خصوصا في محافظتي عدن وأبين تشهد فوضى أمنية في ظل غياب الأجهزة الأمنية وسلطة الدولة. سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في قصف شنته مقاتلات تحالف دعم الشرعية على مجاميع حوثية في عزلة بني حسن شمال مديرية عبس بمحافظة حجة. وبالتزامن شنت مدفعية الجيش الوطني قصفا مركزا على مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي شرق مديرية حيران، وأسفر القصف عن تدمير آليات عسكرية للميليشيات. كشف تحالف رصد لحقوق الإنسان ارتكاب ميليشيا الحوثي 455 حالة تعذيب في سجونها منذ انقلابها على الشرعية. ووثق تحالف رصد في تقرير له وفاة 170 مختطفا بينهم 9 أطفال وامرأتان و6 مسنين بسبب التعذيب في سجون الحوثيين. قالت اللجنة الاقتصادية إن الميليشيات الحوثية تحقق أرباحا وفوائد من تجارة المشتقات النفطية تصل إلى 130% من إجمالي قيمة الشحنات المستوردة والمتاجرة فيها بشكل مباشر. وأوضحت اللجنة في بيان أن الميليشيات الحوثية تحاول إضعاف حصة التجار اليمنيين من السوق لصالح التجار المحسوبين عليها. وأوضحت أن أكثر من 55% من قيمة ما يدفعه المواطن للمشتقات النفطية تذهب لصالح الحوثيين. وأكدت اللجنة الاقتصادية أن الميليشيات ترفض تسليم ما قيمته 8% فقط مما يدفعه المواطن في قيمة الوقود مقابل صرف مرتبات المواطنين في المناطق الخاضعة لها بإشراف وضمانات دولية. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.